سيد إريك، أهلا بك معنا. إذن هناك تقدم كبير، لم يتبقى سوى القليل فقط لربما ستسيطر القوات الروسية على دونباس. حديث عن أن روسيا اليوم تركز من الآن فصاعدا على التحرير الكامل لشرق أوكرانيا، إلى أي مدى هذا من شأن أن يغير من أي معادلة حتى كانت سياسية سيد إريك بالنسبة لأوكرانيا والمجتمع الغربي؟ أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر من وجهتين، من منظورين. هناك التركيز العسكري والحرب الإعلامية والبروباغندا، وفي الوقت الحالي روسيا تحاول فرض سيطرتها على الحرب الإعلامية والبروباغندا بقولها أنها انتهت من المرحلة الأولى وأنها حققت هدفا ما في البلاد، ولكن من الواضح أن هذا غير صحيح. ولكن ما تريد أن تفعله هو أن ترسل رسالة إلى المستمعين في روسيا ليقترحوا أن روسيا نوعا ما تنتصر في هذه الحرب وأنهم سيحققون تحكما أو سيطرة استراتيجية في أوكرانيا بمرور الوقت. ولكن نحن نعرف أن هذا الأمر غير صحيح. هذه الحرب مستمرة الآن لأكثر من شهر، وقال مسؤولون في حلف الناتو أنه ما بين 7 إلى 15 جندي روسي لقوا حتفهم، ونعرف معاناة الجنود الروس. وأن تكون روسيا قادرة على إيصال المصادر والإمدادات إلى جنودها، سمعنا عن القافلة التي لم تتمكن من تحقيق تقدم بسبب عدم وجود إمدادات الطاقة، وبالتالي نعرف أن هناك تحديات على أرض الميدان. نظريا روسيا يجب أن تكون لديها هيمنة بسبب المساعدات العسكرية التي قدمت إلى أوكرانيا، تمكنوا من تحييد هذه السيطرة، والآن تمكنوا أيضا من إسقاط عدد من الصواريخ. في الواقع أحد زملاء الموجودين في الميدان في أوكرانيا أخبرني منذ أسبوعين بأن روسيا أطلقت 33 صاروخا في منطقة لافيف، 8 فقط من هذه الصواريخ وصلت. وبالتالي من الواضح أن ما نراه هو أن روسيا أجبرت على البقاء في مكانها، وعلى الرغم من أنها تدعي فرض سيطرتها إلا أن هذا غير صحيح. بالطبع قصف المدنيين وقصف المباني السكنية والمكاتب، هذا ما يعرض ويسلط الضوء على الدمار الذي خلفته روسيا، ولكن ليس تحقيق أي انتصارات عسكرية في البلاد حتى الآن.